ينضم إلينا الآن من واشنطن مراسلنا جو تابت، من اسطنبول مراسلنا محمد المشهراوي، ومن موسكو مراسلتنا أريج محمد. أهلا بكم جميعا. سأبدأ معك أريج، ومن الصور التي تابعناها قبل أقل من ساعة، صور نشرتها وزارة الدفاع الروسية، أكدت خلالها استهداف منظومات مضادة للطائرات بما فيها الاس 300، وكانت هذه المنظومة حديث الساعات الماضية أريج في سلوفاكيا. ما هي الرسالة التي أرادها الروس من خلال هذا الفيديو الليلة؟ نعم شانتال، على ما يبدو اليوم الأوساط العسكرية الروسية ومنذ الصباح تستهدف من خلال كافة تصريحاتها، والآن ومن خلال الفيديو المصور الذي بثته تستهدف إرسال رسالة واضحة مفادها أن كل أشكال الدعم العسكري المقدم للجانب الأوكراني الذي تقوم حاليا روسيا بعمليتها العسكرية الخاصة كما تقول في أوكرانيا، في مسعى منها لتحييد هذه القوى العسكرية التي تعتبرها ظالمة ومعادية لروسيا، ستضع كل هذه أشكال هذا الدعم العسكري في خانة ما يمكن استهدافه بشكل مشروع وأهداف مشروعة بالنسبة لقواتها، على غرار ما كانت قد تحدثت عنه خلال الفترة السابقة من استهداف مشروع كما قالت لأي مقاتلين أجانب مرتزقة ينضمون إلى جانب صفوف القوات الأوكرانية ويجابهون إلى جانب هذه القوات الروسية الموجودة على الأراضي الأوكرانية، والتي تعتبر موسكو شانتال أن وجودها هناك محق رغم جدلية هذا الوجود بالنسبة للمجتمع الدولي والغرب عموما، وتعلم موسكو ذلك، ولكنها تصر على أن هذا الوجود محق وأنها اضطرت للبعث به إلى الأراضي الأوكرانية بعدما وصلت الأمور في هذه المنطقة قرب حدود روسيا إلى منعطف خطير لا يمكن معه متابعة وتحمل الوضع كما كان، خصوصا في ظل تخلف الغرب والولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم ضمانات أمنية كانت لطالما طلبتها موسكو في وقت سابق وكما هو معروف. وفيما يتعلق بسير هذه العملية العسكرية الروسية الخاصة، تتابع موسكو ما تقول إنه إجراءات مخطط لها مسبقا من قبل العسكريين في مضمار هذه العملية على أن تحقق أهدافها. يصر المسؤولون في موسكو على أن هذه الخطة تسير وفقا لما هو مرسوم لها ومخطط لها بشكل مسبق، لا تخلف عن هذه الخطة. هناك مفاوضات روسية أوكرانية تسير بموازاة هذه العملية الروسية، لكن هذه المفاوضات على ما يبدو ما زالت بعيدة عن التوافقات نهائية قد تمهد لقمة تجمع بين الرئيسين الروسي والأوكراني، ويدعو إليها كما نعلم الجانب التركي الذي يبدي جهودا حثيثة للتوسط بين الجانبين وتقريب وجهات نظرهما، إلا أن هناك تباعدا على ما يبدو في المواقف لازال حاضرا، وتحاول موسكو من خلال ما تبثه من صور وأيضا ما تتحدث عنه وزارة الدفاع وتحركاتها العسكرية ممارسة المزيد والمزيد من الضغوط، ليس فقط على الجانب الأوكراني وإنما ربما على الجانب الغربي الذي يدعم هذا الجانب. بما أنك أشرت أريج إلى يمكن المحاولات التركية الحثيثة للعب دور الوساطة، دعينا نذهب مباشرة إلى اسطنبول مع محمد المشهراوي ليضعنا في صورة هذه التحركات. محمد، يمكن اللقاء بين وزيري الخارجية رافقوا أيضا اتصال بين الرئيسين وتأكيد من قبل الرئيس التركي إلى أنه وقف إطلاق النار أو أي اتفاق من هذا النوع بإمكانه أن يكون لربما وسيلة للوصول إلى الحل المطلوب. محمد. بالفعل شانتال، يعني تزامنا مع انطلاق اللقاء الوزاري بين كل من وزير خارجية تركيا ونظيره الأوكراني في مدينة تل أفيف، كان هناك اتصال هاتفي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد خلاله أردوغان لبوتين بضرورة عقد لقاء ثنائي بينه وبين الرئيس الأوكراني، وقال أردوغان إن يعني في خضم
هذه المباحثات ثمة قضايا لا يمكن حلها إلا بوجود الرئيسين، لا يكفي أن يكون هناك لقاء على مستوى وزراء الخارجية كما حدث سابقا في مدينة أنطاليا التركية قبل أيام، عندما جمع وزيراء الخارجية الروسي والأوكراني في المدينة مدينة أنطاليا، وكما يحدث الآن باجتماعات منفصلة يجريها وزير الخارجية التركي. هذا لا يكفي من وجهة نظر تركيا، وبالتالي لا بد من جمع الرئيسين الروسي والأوكراني لحل بعض القضايا العالقة. أمر آخر ربما تكشف في الساعات الأخيرة عن جملة يعني ما يبحث على طاولة المفاوضات بين الجانبين، وهي مسألة الضمانات الأمنية. هذا العنوان الذي تحدث عنه وزير الخارجية الأوكراني اليوم عقب لقائه بنظيره التركي، قال إن هناك يعني ضمانات أمنية تطالب بها موسكو، وإن تركيا يعني عرضت أن تكون هي الضامن لهذه النقاط، وهي نقاط 15 ذكرتها موسكو وطالبت كييف بالتزام بها. كييف قالت أنها لا تعارض بل ترحب بأن تكون تركيا هي الضامن في هذه النقطة، لا سيما وأن تركيا تتمتع بعلاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا لاعتبارات عديدة سياسية جغرافية وغيرها، وبالتالي يتركز الجهد التركي في هذه اللحظات على التوصل أولا إلى وقف لإطلاق النار يمهد يعني وصول المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة لإجلاء العالقين في المدن التي تشهد اشتباكات وغارات روسية، والنقطة الثانية وهي الأهم التوصل إلى حل دائم لهذه الأزمة عبر الحوار وعبر اللقاءات المباشرة. هذا الأمر الذي لم تتحدث عنه أو لم تدعمه على الأقل. نرحب بجو تابت من واشنطن معنا. واشنطن يا جو، لماذا يغيب الموقف الداعم الأمريكي لهذه المفاوضات ويحل محله يعني زيارات مكوكية يقوم بها المسؤولون الأمريكيون لتكثيف الدعم العسكري لأوكرانيا؟ شانتال، موقف واشنطن مؤيد للمساعي الدبلوماسية، وهذا ما أكدته مرارا مصادر البيت الأبيض، المتحدثة باسم البيت الأبيض وزير الخارجية أنتوني بلينكين، وأيضا الرئيس بايدن بنفسه الذي قالها مرارا وتكرارا بأن الحل يجب أن يكون حلا سياسيا. لكن أمام كذب، وهذا ما تقوله الإدارة الأمريكية، كذب فلاديمير بوتين رغم الوعود التي قطعها بأنه لن يجتاح أوكرانيا، إلا أنه فعل عكس ذلك، أرسل بجيشه إلى دولة عضو في الأمم المتحدة، دولة ذات سيادة، وارتكب فيها فظائع، وهذا ما تقوله أيضا الإدارة الأمريكية، قصف المدنيين بشكل بعنوة وبقصد. لذلك واشنطن تسلك أيضا على خط موازن لتأييدها الدبلوماسية، تسلك مساعي تسليح الجيش الأوكراني ومنحه كل الفرص المتاحة العسكرية للدفاع عن أوكرانيا بوجه الجيش الروسي. واليوم خير مثال على ذلك هو زيارة الوزير أوستن إلى سلوفاكيا بعد بلجيكا، وأعلانه رسميا بأن هناك بحث جدي لنقل منظومة S-300 الدفاعية الصاروخية إلى كييف. طبعا هذا كله يأتي أيضا قبل أيام من زيارة من ترأس الرئيس بايدن قمة الأطلسي في بروكسل. إذن باختصار، واشنطن لا تخفي تأييدها للدبلوماسية، وفي الوقت نفسه لا تخفي مدها كييف بالسلاح والعتاد للحق الهزيمة بالجيش الروسي. وخصوصا هذا كله يأتي، علينا أن نذكر أيضا بقانون أقره مجلس الشيوخ الأمريكي وبمساعي تطالب بإحالة فلاديمير بوتين على محكمة العدل الدولية على أساس أنه مجرم حرب. شكرا لك جو تابت، وأشكر شبكة مراسلي سكاي نيوز عربية أيضا من موسكو وأنقرة.